نقدم لكم اليوم مراجعة شاملة للـ HTC One M9 لنرى إن كان سيستطيع البناء على النجاح الكبير لسلفه الـ One M8. سنبدأ بالتصميم. يأتي هاتف HTC One M9 بتصميم مشابه بشكل كبير لهاتف الـ One M8، حيث يأتي بطول 5.69 إنش وعرض 2.74 إنش وسمك 9.6 ملم، أي أنه أقصر قليلاً من الـ M8 ولكنه أسمك منه بحوالي 0.2 ملم. وتصميم الجهاز معدني بالكامل وجودته عالية، حيث يأتي ظهر الجهاز مقوس مما يسهل الحمل والاستخدام، ولكن التقوس جاء على حساب سمك الجهاز، حيث أنه سميك بالمقارنة مع الأجهزة المنافسة له في 2015، لكن ما زال يعتبر نحيفاً. التصميم أيضاً أتى بهيكلين، هيكل أمامي وهيكل خلفي مندمجين، والذي أسمته HTC بتصميم دول تون، وهذا ما يميزه عن الهاتف السابق الـ One M8. في أعلى الشاشة ضوء LED للإشعارات وبجانبه السماعات الأمامية، أما أسفل الشاشة فسنجد سماعات أمامية أخرى وشعار HTC في إطار أسود داخلي، ومن الجهة اليمنى للجهاز سنجد في الأعلى منفذا للذاكرة ومفتاحي رفع وخفض الصوت، كما سنجد زر الطاقة والذي كان موقعه بالأعلى في الـ M8، وتمنينا لو كان مكانه أعلى بقليل. ومن الجهة اليسرى سنجد مدخل الشريحة السيم كارد، وأعلى الجهاز هنالك ضوء الأشعة تحت الحمراء IR، وبالأسفل سنجد منفذ USB صغير الحجم من نوع 2.0، وبجانبه مخرج للسماعات. وأخيرا الجهاز لا يمتلك ماسح للبصمة مثل بعض الأجهزة المنافسة. يأتي الـ One M9 بشاشة سوبر LCD 3 مشابهة للـ M8 بحجم 5 إنش وبدقة Full HD وبكثافة 441 بكسل للإنش. كان من الأفضل لو أتى الـ M9 بدقة Quad HD، خصوصا أن أغلب الشركات الكبيرة والمنافسة أصبحت تزود أجهزتها الرائدة بهذه الدقة، إلا أن هذا لا يعني أن الشاشة سيئة، بل هي واضحة جدا وتفي بالغرض. وتغطي شاشة الـ M9 حوالي 68% فقط من حجم الهاتف الكلي، وتأتي الشاشة بطبقة حماية ممتازة من نوع غوريلا جلاس 4. قامت HTC بتزويد جهازها الرائد بأفضل الإمكانيات ابتداء من معالج كوالكوم سناب دراجون 810/80 نواة مع المعالج الرسومي أدرينو 430، بينما في M8 جاء بمعالج سناب دراجون 801 رباعي النواة ومعالج رسومي أدرينو 330، وحقق الجهاز ببرنامج اختبار الأداء أرقاما عالية. أما الذاكرة رام فأتت بحجم 3 جيجا بايت من نوع DDR4 الجديدة، بينما في M8 جاء ب 2 جيجا بايت من نوع DDR3. ويمتلك الـ M9 ذاكرة داخلية بحجم 32 جيجا بايت أو 64 جيجا بايت، مع إمكانية توسيعها من خلال ذاكرة خارجية مايكرو SD حتى 128 جيجا بايت. الهاتف سريع وسلس، لكن يعيبه ارتفاع حرارته حتى بالاستخدام العادي، ولاحظنا ارتفاع حرارته بشكل أكبر أثناء الاستخدام المكثف وتشغيل الألعاب، وستتعدى 40 درجة مئوية بسهولة. اتبعنا نصيحة HTC بتحديث الجهاز وفعلا انخفضت الحرارة، ولكن ما زالت مرتفعة نسبيا. أما بالنسبة للصوت فإن HTC تتميز بتقديمها سماعات أمامية سمتها بوم ساوند، جاءت هذه المرة بالتعاون مع شركة دولبي. كنا نترقب استخداما رائعا للسماعات، فهي تعتبر أحد نقاط قوة HTC One، لكن تفاجأنا أن الصوت كان حادا وافتقد الضخامة والصفاء. الميزة ما زالت أن السماعات في مقدمة الجهاز ولا يمكن حجبها. يأتي الجهاز بنظام أندرويد لولي بوب مع واجهة سن 7 الجديدة. لاحظنا في الواجهة وجود صندوق معلومات ويدجت باسم سنس هوم، والذي سيظهر لك التطبيقات التي يمكن أن تحتاجها عندما تصل إلى المنزل أو عندما تتواجد في العمل أو عند وجودك في الخارج. إذا لم تعجبك هذه الخاصية فيمكنك حذفها ببساطة. نرى أنها لمسة موفقة من HTC. وجاءت الواجهة بتحديثات جديدة لمجلة بلينك فيد، وهي مجلة إخبارية مشابهة لتطبيق فليب بورد، وتقدم الآن اقتراحات عديدة عن أماكن توافر المطاعم القريبة منك، ويمكن أن تظهر هذه الاقتراحات على شاشة القفل. أما الأزرار الرئيسية فهي جزء من الواجهة كما هي العادة من HTC، ويتيح لك النظام تغيير مواقع أزرار التحكم في الشاشة وإضافة أخرى مثل زر الطاقة وغيرها.
ومن أبرز الأشياء في هذه الواجهة هو متجر للموضوعات أو السمات Themes، حيث يمكنك تغيير الواجهة بالكامل، وهذا يشمل القوائم وشكل أزرار التحكم وغيرها. المتجر يوفر أكثر من 70 موضوع للجهاز. نظام التنبيهات ومركز أدوات الاتصال جاء مشابها لنظام أندرويد لوليبوب الخام مع بعض التعديلات البسيطة، وهذا شيء جيد. كما يحتوي الجهاز على بعض الحركات والمميزات مثل النقر مرتين لفتح الجهاز وقفله، والسحب من اليمين إلى اليسار للوصول إلى آخر تطبيق تم تشغيله، وغيرها من الحركات والمميزات. يدعم الـ One M9 شبكات 3G، GSM و4G، ولكن تختلف الشبكات المدعومة على حسب المنطقة والبلد. ويدعم الهاتف البلوتوث بإصدار 4.1 بالإضافة لخاصية مشاركة البيانات NFC، ويدعم كذلك الواي فاي حتى آخر إصدار منه AC. كما يمكن استخدام الهاتف كجهاز تحكم لعدد كبير من الأجهزة الإلكترونية عبر خاصية IR، بالإضافة لإمكانية استخدامه GPS مع دعم الراديو FM. أكبر تغيير قامت به HTC في هاتف M9 هي تخليها عن فكرة وجود كاميرتين خلفيتين، إحداهما بدقة الألترا بيكسل والأخرى لقياس العمق، واستبدالهما بكاميرا كبيرة بدقة 20.7 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2 من توشيبا، واستخدام طبقة سفاير في حماية عدسة الكاميرا، مع وجود خيارات أخرى مثل الـ HDR وإعدادات التحكم بحساسية الضوء وموازنة اللون الأبيض. إلا أن هذه المواصفات العالية لم تعطينا من الناحية العملية نتائج مرضية، حيث كانت نتائج الكاميرا الخلفية متفاوتة، فعند استخدامها في إضاءة جيدة أعطتنا نتائج جيدة وصورا ذات دقة عالية، لكن كلما خفت الإضاءة كلما أصبحت الجودة أسوأ. من ناحية الفيديو فالكاميرا الخلفية يمكنها تصوير Full HD بسرعة 60 إطارا في الثانية، وأيضا بدقة 4K أي 4 أضعاف من Full HD وبسرعة 30 إطارا بالثانية. لمحبي السيلفي، قامت HTC بنقل الكاميرا ذات دقة 4 ألترا بيكسل من الجهة الخلفية في الـ M8 إلى الجهة الأمامية في الـ One M9، والتي تعد خطوة موفقة من HTC، حيث أنها تعتبر مثالية لعشاق تصوير السيلفي، وتستطيع تصوير الفيديو بدقة Full HD بسرعة 30 إطارا بالثانية. قامت HTC بزيادة حجم البطارية من 2600 ملي أمبير في الـ M8 إلى 2840 ملي أمبير في الـ M9، إلا أننا وجدنا أن عمرها أكبر بقليل من بطارية الجهاز القديم، فقد صمدت معنا حوالي 13 ساعة من الاستخدام العادي وحوالي 9 ساعات ونصف من الاستخدام المكثف. ومع وجود خاصية الشحن السريع في الهاتف، فالهاتف من ناحية البطارية والشحن يعتبر جيدا. أعجبنا في الجهاز تصميم عملي وأنيق، أداء سلس ونظام جميل، السماعات موجودة في الأمام، والكاميرا الأمامية قوية. وما لم يعجبنا في الجهاز ارتفاع حرارة الجهاز، عدم استغلال المساحة الأمامية للجهاز، وصوت السماعة مخيب للتوقعات، عمر البطارية متوسط، وأداء الكاميرا الخلفية لا يرقى لمستوى المنافسين. يمكننا القول أن الجهاز جاء كتحسين على النسخة السابقة، فإذا كنت تمتلك الـ M8 فلا ننصح بالترقية، أما أصحاب الـ M7 فهناك أسباب كافية للترقية، فالهاتف الجديد لديه نقاط قوة تحسب له. بشكل عام لم يستطيع الـ M9 أن يترك علينا نفس الأثر الذي تركه الـ M8 العام الماضي، وسننتظر شيء أروع من الـ HTC. بالنهاية نشكرك على المتابعة، إذا أعجبتك الحلقة شاركها مع أصدقائك، ولا تنسى أن تشترك بالقناة من هنا، ونود أن نسمع رأيك بالجهاز فاتركه بالتعليقات. نراك في الحلقة القادمة من رأي رقمي على رقمي تيفي.